مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام. ترى انخفاض واضح نهار هذا اليوم على درجات الحرارة، وكان درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام. كانت الأجواء مشمسة ولطيفة نهار هذا اليوم. أما درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان اليوم تصل إلى 9 درجات مئوية وأجواء صافية. درجات الحرارة الملموسة تكون أقل من ذلك وتصل إلى 6 درجات مئوية، أما نسب الرطوبة تصل إلى 63% وسرعة الرياح تصل إلى 27 كم في الساعة. انتقالا إلى توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المدن الأردنية، ونبدأ من المناطق الشمالية. تصل درجات الحرارة في إربد نهارا 21 ليلا 10، عجلون 19 ليلا 10، جرش 20 ليلا 11، والمفرق 20 ليلا 10 درجات مئوية وأجواء مشمسة ولطيفة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية. المناطق الجنوبية من المملكة: البلقاء 22 ليلا 13، مدبة 22 ليلا 9، البحر الميت 29 ليلا 17، وعمان 19 ليلا 10 درجات مئوية. أما في السرقاء 21 نهارا والصغرى 9 درجات مئوية، وأيضا أجواء مشمسة ولطيفة نهار غدا. أما المناطق الجنوبية من المملكة: الكرك 22 نهارا 8 ليلا، الطفيلة 22 نهارا 11 ليلا، والشراح 20 ليلا 11 درجة مئوية، والعقبة 28 ليلا 18 درجة مئوية. أما في معان 23 والصغرى 8 درجات مئوية، وأيضا أجواء مشمسة ولطيفة. المناطق الشرقية من المملكة: وأرويشد 21 العظمى 9 الصغرى، 22 في الصفاوي و9 درجات مئوية الصغرى، والأزرق 23 و10 درجات مئوية وأجواء صافية ومشمسة. استمتعوا بأوقاتكم في هذه الأجواء المشمسة، لأن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الجمعة. شكرا لحسن متابعتكم، ولا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.